قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. السلام عليكم متابعينا الكرام، خوتنا معكم خوكم شرف الدين كالعادة، جيناكم في فيديو جديد. قبل كل شيء تغوع الفيديو هذا باللايكات تاعكم والتعليقات تاعكم ضد هذاك الخانز اللي على بالي راح يستفزكم بزاف يا خوتي، جست نذكر اسمه ما راحش تحملوه، هذاك الخانز فرحات مهني راح نحكيه على وش صرالو، كيف تمت إهانته من قبل الدولة الجزائرية، وكيف أن الجزائر ولات تحكم في الدولة الفرنسية. نعم إيه، ولات تحكم في الدولة الفرنسية من اليد اللي توجع. زكارة في الناس اللي ما راحش يعجبهم الفيديو خاوتي، خليونا التعليقات تاعكم ضد هذا الخانز. المهم وش صرالو هو أنه راح باش يدير مقابلة صحفية مع قناة سي نيوز باش ينشر فيها الافكار تاعو، باش يتكلم كيما نقولوا عن امور حول تاسيس الدوله تاعو هذيك الخانزه التي لا اصل لها ولا مله لها. في باله زعما يريد تقسيم الجزائر ولكنه لم ينجح ولن ينجح ابدا، لان شعب الجزائر واحد فقط. وكانت هذه القناه فرنسيه يا خوتي اللي كانت عيطت له واستقبلاته كلش، قالت له استنى فقط دوك تجي دالتك. دوك تشوفوا الفيديو وتعرفوا وش صرا يا خاوتي. نبداو الفيديو كيف كيف. كيما راكم تشوفوا هذا هو الخانز فرحات مهني، ما فهم والو يا خاوتي وش صرا، قال لهم وش صرا. راكم تشوفوا يا خوتي قال لك راني شاك باللي كاين ضغط من الجزائر. أو الخان استفرحات مهني قالها بفمه بعد. الجزائر بعثت للإليزي تحذير مباشرة، بعد هذا التحذير تم إلغاء هذه المقابلة. شكون نظرك اللي راهو يمد الأوامر لخوه؟ أيا مشي تروح قال له دير مقابلة، دير مقابلة يا ودير الشعر. على بالي الفيديو هذا راهو بمثابة الصدمة الساعقة لهذوك الناس اللي كانت تقول باللي فرنسا مازال تحكم في الجزائر. من هذا الفيديو تفهم وشكون اللي راهو يحكم في الآخر. وصل لهم أمر من عند رئيس الجمهورية تبون، تحذير ماهوش حتى أمر يا خاوتي، مباشرة إلى الإليزي، مباشرة إلى الخانز هذاك ماكرون ديركت خاوتي. فماكرون شخصيا عيط للحصة وقال لهم الغيوها الغيوها الغيوها، راكم راح تباصيونا مع الجزائر. هذه الجزائر يا خاوتي. حبيتوا تعرفوا التفاصيل الدقيقة تاع الحدث، نشوفوا واحد الموقع كما راكم تشوفوا هنا. فضيحة، ماكرون يتدخل لإلغاء لقاء تلفزيوني مع رئيس جمهورية القبائل تحت تهديدات تبون. هذا الموقع باين يا خوتي منين كم على بالكم. في وقت كان يستعد فيه فرحات مهني الذي يحمل صفة رئيس جمهورية القبائل أن يحضر ضيفا على نشرة الأخبار بقناة سي نيوز التابعة لمجموعة بولوري ذائعة الصيت والمعروفة بقربها من قصر الإليزي، إلى أن قرارا شخصيا اسمعوا مليح من قبل رئيس إيمانويل ماكرون منع ظهور مهني على القناة. وتنقل فرحات مهني إلى استوديوهات القناة الإخبارية أمس الأحد بعد أن اتفق مع مسؤولي القناة على إجراء حوار، يعني كانوا متفاهمين على كلش، حيث كانت الأمور تجري في سياق طبيعي إذ استقبل من طرف الصحفيين الذين أعلنوا مروره على المباشر ابتداء من الساعة 8:25، يعني حتى الوقت مدهوله، قالوا له دوك تفوت على 8 اخويا، استنى برك استنى استنى قبل ان تحصل المفاجأة. ويتدخل مسؤول من القناة على الخط ويقتحم غرفة الانتظار معلنا الغاء المقابلة،
ووفق المعلومات الأولية فقرار إلغاء هذه المقابلة التلفزية جاء بعد تدخل يانيك بولوري شخصيا بناء على اتصال من قبل رئيس الفرنسي ماكرون. هكم شفتوا غاوتي. المصادر ذاتها أبرزت أن النظام الجزائري ورئيسه عبد المجيد تبون سبق له ووجه إنذارا هدد من خلاله إلغاء زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية إلى إليزابيث بورن للجزائر العاصمة في حال ما تم السماح ببث المقابلة مع فرحات مهني. يا غاودي ياكم تشوفوا وبعد يجيو كيقولوا لك فرنسا تحكم في الجزائر. والله مهابل تاع الصح. فرنسا ولات مذلولة أمام الجزائر، ولات تذل أمام الجزائر. السيد جا للجزائر هو شخصيا يا خاوتي، هو شخصيا اللي جا باش يدير الصلح مع الجزائر، وما تجرأش باش يتكلم ويجبد كلمة حول الغاز. خاف، خاف من رد الجزائر، خاف تقولوا الجزائر لا، وكي تقولوا الجزائر لا ماذا سيحدث؟ فرنسا وخرنسا ستنقلب ضده. خاف مسكين ما قدرش يجبد اسم الغاز. رئيس زعماء تاع جمهورية وكذا جاو كلش، لكنه خاف باش يجبد اسم الغاز لانه على باله كيف سيكون قرار الجزائر. ومن بعد يخرجوا لنا ولاد فرنسا يقول لك او ما زالت فرنسا تحكم، او فرنسا تحكم. يا خاوتي والله ساعات تدخل في نقاشات مع واحد الناس كذا في المجتمع تقول نعطيه بزوج كفوف ندخله في الحيط. اقسم بالله يا خاوتي عندهم واحد الفكر، عندهم واحد الفكر يا جدك متحجر. تاع فرنسا ما زالت تحكم فينا، وش بيك صاحبي؟ وش بيك هذه الجزائر ولا تحكم باحكامها؟ نقطة عادلة السطر. كون قلتها لي فقت العصابة نقول لك ايه نعم عندك الحق، لكن الان والله والله ثلاثا يا فرنسا راهي تتمرمد امام الجزائر، راهي تهان امام الجزائر، وما هيش غير امام الجزائر وانما حتى في افريقيا. انقلابات كبرى ضد هذه الدولة الخانزة في افريقيا، ناس كامل فقدت لها، راهي خارجة من افريقيا منبطحة رأس يا خاوتي. هما يبكيو يا اخي حالة يا اخي. تحيا الجزائر دايما هو ابدا، ونحب الجزائر تاعنا تكون دايما هكذا قاوية امام الجميع، واللي يغلط معانا يخلص. توجه لك تهديد خويا، توجه لك تهديد تقول لك تغلط تخلص، هكذا نحبو، هكذا نحبو من الاخر. يفهموا بالقوة ويفهموا بالبزاق ويفهموا بالسبان يا اخي. تحاحنا يا اخي، قال لك رئيس جمهورية القبائل يا اخي مقود يا اخي، حب زعما يقسم الجزائر يا تقسم الشعر. الجزائر هذه ماتوا عليها مليون ونصف مليون شهيد، باش تجي واحد فايح كيفك انت تقسم الجزائر يا جدك؟ نشوف وجهك نفشل، نشوف وجهك نفشل. الجزائر كبيرة ونفتخر بهذا الشيء، نفتخر بهذا الشيء بان الجزائر تتكون من بزاف فئات تاع مجتمع، سواء شاوية سواء قبائل سواء المزابة سواء التوارق، كل 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 فئات المجتمع الجزائري تكون الجزائر ولا تنفصل ابدا على الجزائر. وخليونا من حكاية هذه هذا شاوي هذا قبائلي هذا عربي، احنا جزائريين نقطة عد الى السطر، احنا جزائريين. وانا اطالب من الحكومة الجزائرية ان تنحي الترقيم تاع الولايات، تنحي الترقيم من السيارات تاع الولايات. هذاك الترقيم خلقنا الجهوية، ما نسحقوش الجهوية في بلادنا. الناس كامل تابعين الحاجة اسمها الجزائر، تابعين الدولة اسمها الجزائر. نقطة عد الى السطر، ما تزيدوش تجبدوا لنا حكاية شاوي وعربي وقبائلي ومنا يا بسبت هذه الحاجة اللي راهي في المجتمع. لهذا فرحات مهني لقى منها كما نقولوا ثغرة باش يولي يدير مشاكل في الدولة الجزائرية. ولكن الجزائر لن تسقط ابدا، وتحيا الجزائر دائما وابدا. المهم خاوتي نتلاقاو في فيديوهات قادمة، خليونا تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.